السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد النهاردة عن الشات الاندرويد. الجهاز اللي معانا النهاردة T3 اللي هو العطل اللي هو خاص بخدمات جوجل، اللي هو بيقول لك مثلا توقف خدمات جوجل عن العمل. طب اعرف موديل الجهاز ازاي؟ من الاعدادات اللي هي سيتنج، ارفع القائمة لفوق الاقي معايا سيستم اباوت ديفايس، الاقي مكتوب هنا T3L. تمام، اولا لازم اكون موصل الجهاز بشبكة واي فاي قوية. تمام، طبعا مشغل بلاي ستور، منزل عليه الجيميل بتاعي، ويجي لي طبعا رسالة على الميل بيقول لي تم تسجيل الدخول من جهاز كذا. لازم اضغط موافقة على الميل على الهاتف اللي هو شغال عليه الجيميل بتاعك. تمام، وطبعا بيجي لك رسالة الموافقة برضو انت تستعمل خدمات جوجل على الشاشة، ورسالة على الجيميل ان انت فتحت خدمات جوجل على جهاز جديد. طبعا بعد الموافقات دي كلها انت بتبتدي تستعمل البلاي ستور ذات نفسه. فما بتيجي تستعمل البلاي ستور بتضغط مثلا على وليكن على العلامة دي كده، بيحصل معك الخطأ ده: جوجل بلاي ستور هاز بين ستوبد، او توقف خدمات جوجل عن العمل. طبعا انت بتقولش فاهم ايه اللي بيحصل او ايه اللي بيجرى، بس الفكرة كلها معاك ان انت محتاج ان انت ترفع الاصدار بتاع البلاي ستور او تغير الاصدار، وبيحصل معاك طبعا مشاكل وانت بتغير الاصدار، انت مش قادر تثبت التطبيق من مصدر خارجي. طبعا البلاي ستور مدين الايرور ده او الرسالة دي، بلاي ستور هاز بين ستوبد. فالحل اولا لازم تكون عارف الاصدار الاول بتاع البلاي ستور المتثبت على نظام التشغيل في الشاشة. اخش على سيتنج ابس، هجيب جوجل بلاي ستور، هرفع القائمة لفوق الاقي الاصدار هنا 29.2. تمام، انا عايز ارفع الاصدار ده، الاصدار بتاع حاليا تقريبا 38. فالحل ان انت تجيبه من مصدر خارجي. انا هتيح لك لينكات اسفل الفيديو، حاليا ده التحديث بتاع شهر 10 بتاع البلاي ستور بتاريخ 5/10 تقريبا، يعني باغلب الظن مش هتلاقي احدث من كده. هسيب لك لينك تحميل مباشر للتطبيق ذات نفسه. اولا قبل تثبيت البلاي ستور هنزل عمل تحميل لللينك، هنزل التطبيق على اليو اس بي. نهايه التطبيق هتلاقي مكتوب دوت اي بي كي. تمام، ركبت الفلاشه خلاص. طبعا الابلكيشن استعمل اي بي كي انستولر عن طريق اليو اس بي. ظهر معايا بلاي ستور اصدار 37 علامه 8. مش هثبته، هتقل الاول في خطوه لازم اعملها الاول. لازم اخش على سيتنج، اجيب اكسترا كار سيتنج، وبعدين اكسترا سيتنج، باسورد المستعمل معايا 1 2 3 4 5 6. اوكي، افتح الابديت بتاع البلاي ستور، مكتوب هنا بلاي ستور ابديت، اضغط عليه كده مفيش تعليم. تمام، اخليها اوبن واتاكد ان هي خلاص سيفت على كلمه اوبن معاك، يعني انت كده معاك كلمه اوبن شغال. لو خرجت ودخلت تاني هتلاقي كلمة اوبن متعلم عليها ما اتشالتش. ركبت اليو اس بي بتاعي بعد ما عملت داونلود للتطبيق، هفتح برنامج التثبيت، اضغط على البلاي ستور، اعمل له تثبيت، طبعا الكلام ده بياخد لحظات. كتب لي ان هو تم تثبيت الاصدار، اضغط دن. هرجع تاني على مدير التطبيقات اللي هو الابس، هفتح البلاي ستور، هتأكد
ان الاصدار بتاعي اتغير. الاول كنت 29 تقريبا، دلوقتي بقيت 37. ده احدث اصدار تقريبا بتاع شهر 10. هعمل باك كده خلاص، هفتح البلاي ستور بتاعي، دور الفلاشة هنا انتهى خلاص، ما عادش ليها لازمة. هتشيل الفلاشة طبعا، تمام. الواجهة بتاعت نظام التشغيل بتاع البلاي ستور اتغيرت، لان الاول كان في جنب كده وتصميم مختلف خالص، تمام. كل ده انت بتضطر بقى تسيب الجهاز على الواي فاي لمدة ما يقارب نص ساعة تقريبا، واي فاي سريع طبعا، لان هو بيبتدي يعمل ابديت مع نفسه للبرامج الخاصة بالبلاي ستور، تمام. بس انا منزل برضو الدفعة الاولانية لازم انت تعملها عن طريق USB. لو ضغطت هنا مثلا، اكونت، جبت سيتنج، جبت اباوت، الاقي اصدار البلاي ستور اترفع 37.8، وده الاصدار اللي انا استعملته في التثبيت فعلا. معنى ان انت توصل للمرحله دي ان انت كده فعلا الخطوات ناجحه معاك، ومفيش اي مشكله معاك دلوقتي، تمام. طبعا لو نزلت من فوق كده هتلاقي البلاي ستور بيعمل داونلود وابديت للبرامج تلقائي من غير ما انت تعمل اي حاجه. لازم تسيبه تقريبا نص ساعه على واي فاي يعمل تحديث للبرامج بتاعته بدون تدخلك. عايز تتدخل في العمليه بتاعه التثبيت، هتضطر انت تضغط هنا مثلا كده، بس برضه موصل واي فاي قوي، ما تستعملش واي فاي عن طريق التليفون، بيبقى ضعيف، شبكه رايحه شبكه جايه، الله اعلم بالدنيا ماشيه ازاي. لو واي فاي ضعيف او هوت سبوت ضعيف هيتعبك، هيفضل التطبيق يفتح ويقفل. هضغط مانج اي ابس، لو ضغطت هنا على الابديت الافيلبل هلاقي ان هو بدا يعمل تحديث للبرامج تلقائي مع نفسه بدون تدخلي، لان انت برضو رفعت الاصدار بس. ودي كانت بالنسبة لعطل البلاي ستور او توقف خدمات جوجل عن العمل. مفيش اي جديد، مفيش اي حاجة، هي الطريقة دي الوحيدة. سيب لك لينكات تحميل اسفل الفيديو، اتبع نفس الخطوات. بس قدرت انت بعد فترة مثلا من نشر الفيديو شهر شهرين، قدرت انت تجيب ملف خاص بالبلاي ستور احدث وتتبع نفس الخطوات، مفيش فيها مشكلة، لأن كل فترة خدمات جوجل ذات نفسها بتنزل أبليكيشن بإصدار جديد. الإصدار اللي منزلولك في الفيديو دلوقتي 37.8، مع شهر شهرين ممكن يوصل ل40. فأنت ابتدي غير برضو الإيه الإصدار بتاع الإي بي كي ذات نفسه، والملف اللي أنت بتثبته دايما بيبقى اختصاره الأخير .ABK. لازم تتأكد من النقطة دي، ما ينفعش تستعمل تطبيق آخره مثلا 7Z أو رير، الكلام ده مش هيثبت. لازم التطبيقات اللي بتثبت على نظام تشغيل اندرويد .ABK. شكرا.